صار وقت لنبدأ معكم بأولى فقراتنا. ميشا، يعني لما بتضيق فينا الدنيا دائما ما مندور على شخص يسمعنا، شخص نشعر معه بالراحة، نفتح كل الأبواب المغلقة بداخلنا لنعبر عن مخاوف أو قلق بدون يعني خلينا نقول تدقيق أو فلترة، وهذا الشيء اللي نحن بنسميه بالعادة بالفضفضة. فضفضة، يعني عن جد قديش مهم انه نحن بهي الظروف الصعبه انه الواحد يفضفض، ولكن كيف لازم يفضفض؟ عاده بهالحالات بنلجا لصديق او لحدا من اهالينا لحتى نحس شوي بانه الحمل يلي على كتافنا راح وهذا الهم هيك شوي خف. بفقرتنا لليوم رح نحكي تفاصيل اكثر عن هالموضوع لحتى نعرف امتى الفضفضه بتكون مفيده وامتى ممكن تشكل علينا ضغوط زياده. ضيفتنا نائله الخضراء الاستشاريه الاسريه صارت معنا لحتى تجاوبنا عن كل هي التساؤلات. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي معنا. في هيك الشغله دائما ما بيقولوها، بنشوفها كثير هيك مثل نكته على الفيسبوك، انه دائما بعد الساعه 12 لا تحكي حدا ولا تفضفض لحدا لانه عندك الصبح اول ما تفيق رح تحس بندم رهيب. وعن جد كلياتنا اكيد الا ما نكون مرقنا بوقت كنا حاسين جعبالنا نحكي وحكينا وندمنا، اوكي؟ فهذا الشيء يمكن اللي بيصير. امتى الفضفضه بتكون هي شيء ايجابي وشيء عن جد ممكن ينعكس ويريحنا، وامتى ممكن تكون لا هي شيء سلبي وممكن يعني ينزع علينا بدل ما يريحنا؟ هلا الفضفضه الايجابيه خلينا نقول هي الفضفضه يلي في منها فائده، يعني انا عم فضفض لحدا، هو هل هذا الحدا رح يعطيني جواب، رح يعطيني حل لمشكلتي، ممكن حتى يريحني مع احساس بالطمانينه. احيانا بيكون في فضفضه عاطفيه، يعني هي انا بس بدي حدا يسمعني ويطبطب علي مو اكثر، فبحاجه لاستماع تعاطفي. الفضفضة السلبية اني انا مثلا بجوز احيانا الواحد يحكي لامه ويلاقي القصة ثاني يوم الصباح عند خالته مثلا، او يحكي لاخته فيلاقي القصة صارت عند جوز اخته مثلا. يعني فطبعا انتقاء الشخص الصح هي تكون الفضفضة الايجابية، الشخص اللي انا بعرف اني انا كل ما بلجأ له رح يعطيني جواب وافي وجواب يعني يكون يعني أو صحيح، رح يسمعني على الاقل. تماما، يعني في فضفضة احيانا ما منها فايدة غير انه بس مهارة الاستماع، استماع تعاطفي وانا فضفض واحكي الشحنات السلبيه اللي جواتي فرغها وانتهى هون عاد القصه. وفي فضفضه كمان لسه بتتطور لدرجه انه ممكن هذا الشخص يعطيني حل، مثل لما احيانا بروح عند طبيب نفسي، ممكن لما بروح عند اخصائي اقتصادي اذا عندي مشكله بشركتي بشغلي بكذا، يعني فدائما في حدا اخصائي لحتى انا اروح اشتكي له ويقدر يعطيني حل كمان. تمام، بس نحن يعني اذا بنبعد عن فكره اذا انا عندي شركه او انا بدي اروح على دكتور نفسي، يمكن هي المشكله اللي بيعاني منها كل المجتمع العربي انه اللي بيروح على دكتور نفسي هو مريض نفسي فبالتالي مجنون فبيختصر على حاله الموضوع وما بيروح على دكتور نفسي. يعني بال 2020 لسه عم نقول اللي بيروح على طبيب نفسي. اكيد اكيد لسه في كمان درجات تحت الطبيب النفسي اللي هي مثلا الاستشاري النفسي الاخصائي يعني. تمام، اللايف كوتشنج، يعني هلا صار في عنا خيارات اوسع. ايه يعني في مسميات وظيفيه جديده بالمجال العمل الانساني صارت كثيره، يعني ومختصه اكثر، يعني تمام. الطبيب النفسي شامل للمشاكل النفسيه للامراض خلينا نقول، في اخصائي استشاري نفسي، في اخصائي علاقات اسريه، هذا اللي بتقدر تحكي له اكثر من انه تكون حاله مرضيه. لكن يعني اغلب الاشخاص بيلجأوا لانه هن يحكوا لشخص موجود بالعائله، لصديق مقرب. انا كيف لازم اختار هذا الشخص؟ على اي اساس انا لازم اختاره؟ وقديش اذا اخترت شخص غير مناسب ممكن يرجع الشيء عكسي علي سلبا؟ يعني طبعا هلا موضوع اختيار الشخص هذا بيعود لقد ايه انا بشعر بالثقه والراحه، وقد ايه كلياتنا مني، ويعني قد ما كان الانسان هيك عنده هذا الوعي. مرة حكيتي قصة لرفيقتك، ثاني يوم بالجمعة اللي بعدها لقيتي رفقاتك عم يحكوا فيها وعم يسألوكي عنها، فهون أنت بتنصدمي إنه أنا شو صار، يعني ليش هون بتفقدي الثقة؟ وأنا برأيي الثقة بهذا المجال تمنح مرة واحدة، لأنه يلي في عادة إنه يحكي كل شيء بينحكى له صعب يغير عادته ببساطة. يعني فحتى موضوع انتقاء الصديق او انت، يعني انا ما فيني اقول للعالم احكوا لامهاتكم، مو كل الامهات بينحكى لها، ما فيني اقول للعالم احكوا لاخواتكم، مو كل العالم عنده اخوات ومو كل الاخوات بتؤتمن على السر، احكوا لرفقاتكم، مو كل حدا عنده هذا الصديق الامين على على اسراره وعلى امين على اجمالا. في انطباعات شخصيه بنقدر نلقطها بالشخص، هي انه بعرف انه هذا الزلمه ما بيجيب لي قصص العالم، يعني ما بيحكي لي رفيقتنا المشتركه شو عامله شو كذا، فيني امن فيه. فهذا يفترض ايه، يعني خلص هو شخص بطبيعته كتوم او كتوم حتى عن حياته الخاصه،
فهو بطبيعته كتوم يعني، فممكن هذا الشخص ينحكى له بس قد هو الكتوم عنده قابليه للاستماع. تمام. يعني كمان احيانا في ناس ما بدها تسمع، كل واحد اللي فيه كافي يعني هو ممتلئ يعني مفول مثل ما بيقولوا فل، فكمان يعني هو الاختيار بهذا المجال دقيق جدا. اكيد. طيب في ناس مثل ممكن يكونوا عندهم تجربه سيئه خلينا نقول مع الفضفضه، فضفضوا بالزمانات لحدا وخذلهم وصارت قصتهم مثل ما ذكرتي استاذه على راس على كل لسان يعني، فبيقرروا انه نحن حنلغي موضوع الفضفضه كليا، اي شيء حيصير معي حاحبسه بنفسي، ما راح ابدا اني احكي عنه. بينغلق تماما. وهذا الشيء ما بعرف اذا هو ممكن يكون صح بدرجه معينه او هو شيء ترفضوه يعني كاختصاصيين. هلا شوفي، ما فينا نعطي علاج واحد لكل الناس. في حدا اذا فضفض بيتالم، يعني هو عم يحكي عن اوجاعه فبتلاقيه عم يعاني. ليش كل مره نعرضه للمعاناه؟ اذا الكتوميه، وهدول حالات نادره، بيرتاح اكثر بالكتمان. في كثير ناس بترتاح اكثر الكتمان وبحس حاله عم يتعرى عم يتالم لما بيحكي، فهذا الشخص ما فينا نقول له انت فضفض عن القصه، لكن ممكن يفضفض عن المشاعر او ممكن يفرغ باساليب ثانيه. في ناس بالرقص، في ناس بالرياضه، في ناس بالعمل، انغماسه بالعمل يعني. في ناس تعودت خلص انا بدي فضفض لربي، بتلاقي اما بيروح على الكنيسه او بيقعد على سجاده الصلاه اي شيء، فبيقعد بيحكي مع ربه. احلى فضفضه، احلى فضفضه للامانه، هي احلى فضفضه وجدا مريحه، وبعدها بيشعر بانشراح صدر، ويعني بيجي الجواب من عند رب العالمين عن جد يعني. في شخص لا ما بيرتاح ليحكي، واغلب الناس هيك يعني النسبه الاعلى. بس برجع بقول لك، وفي ناس اصلا ما عندها حفظ لسرها الشخصي، تلاقي قصتها حكتها لفات حدا حكتها هلا هي هيك بترتاح. هذا الشخص ما بيقدر يتكتم على قصته، شوي شوي ببلش يندم وببلش يبطل هذا. لا، في منهم على فكره ما بيندموا او انا ما عندي شيء خبيه يعني، كلياتنا ما عندنا شيء خبيه للامانه، ما عندنا شيء نخبيه. بس احيانا مثل ما عم بقول لك، في اشياء ممكن بتآلمنا اذا حكيناها. يعني صدمه صح. بابنائنا، صدمه بشريك حياتنا، صدمه احيانا الواحد ينصدم باهله فما بيقدر يحكي على اخر صراحه. انت تشاركيها مع حتى مع شخص واحد. طيب خلينا نحكي عن فكره انه نحن صح نعود اولادنا من هن وصغار انه هن يفضفضوا، يحكوا لنا كاهل، يختاروا صديق مقرب او حدا من اشخاص العائله يفضفضوا له لحتى يتعودوا تكون هي عاده، ما يصير عندهم مثل الاشخاص اللي ذكرتي حضرتك انه انغلاق او حتى الكتمان يلي انه هن تحسي عم يحرقوا حالهم كرمال ما يحكوا لحدا. هلا هي الحاله الطبيعيه الصحيه للبشر هي الفضفضه، ودائما التعبير عن شو عم يجول الواحد بداخله إلى كثير فوائد على المدى البعيد. يعني اول شيء بصير بيعرف يعبر عن مشاعره، لانه قد ايه انا عندي مثلا مشاكل بالعلاقات الاسريه ما بيعبروا، بالاخص الذكر يعني ما بيعبر، بيحبها لمرته بس ما بيعبر لها مثلا. فهذا السبب انه من الصغر انت ما بيصير تقول عن مشاعرك، ما بيصير تعبر يعني. اكيد لازم نحن بعدين قد ايه في مثلا حالات انتحار مراهقين بمراحل سن المراهقه، لانه نحن ما بنرضى نسمع لابننا عن الضغوطات النفسيه يلي عم يمر فيها. شو صاير عليك؟ على فكره في حالات بتجيني يعني تبع انه بيجيني الابن المراهق اهله ما بيمام شو صاير عليك؟ كلمه شو صاير عليك؟ شو عندك كل شيء، عندك كل شيء. المشكله انه بهي المرحله هو اصلا عم يتعرض لتغيرات فيزيولوجيه وهرمونيه بجسمه عم بتاثر عليه نفسيا، هو ما بيعرف ليش اصلا حزين. هو ما بيعرف ليش اصلا كئيب. فكثير مهم لغه الحوار، كثير مهم نسمع القصه التافهه. انا بقول للام اسمعي القصه التافهه قبل القصه المهمه، ما عليه ولو انك تظاهرتي انك عم تستمعي، لانه لما نعود ابننا على الحكي فنحن بنعرف شو عم يجول بخاطره، مو فجاه بنصدم انه يا لطيف ابننا تعرض لحاله نفسيه او حاله انتحار لا قدر الله يعني، فمعناتها هذا الولد في عنده مشكله بالتواصل، ما عم يقدر يعبر شو في جواته، فاختزل عذاباته بانه يحاول ينهي حياته. تمام. فكتير هذا غير موضوع تسخيف الامر يعني، ممكن هو بوجهه نظر المراهق او يعني ابنك او بنتك بيكون الموضوع ابدا ما نسخف مشاعره. هلا للامانه انا ما فيني اقول انه الاهل ما عم يعانوا من ضغوطات اكبر كثير من طبعاً. من قصص المراهق، بس كمان انتم لا تسخفوا، لانه كل واحد مشاكله على قده. بعدين نحن بسبب خبرتنا بالحياه صار عندنا شوي معرفه بالتعامل مع مشكلاتنا او مع مشاعرنا. تمام. يعني انا بعرف كيف اكسر شعور الحزن اللي جواتي باني اعمل شيء، اعمل اكشن. هذا خبره. ايوه خبره من الممارسه، اما هذا لسه هلا عم ينفتح على الحياه. طبعاً. اصلا ما بيعرف يتعامل مع مشاعره. مره مثلا في احد المشاهير قالت كلمه انه انا اول مره تعرضت فيها لخيانه انا ما عرفت شو لازم احس بهاللحظه،
شوفي قد ايه في 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 قله خبره بالشعور، حتى انه انا لما انخنت انا هلا شو لازم اعمل، شو الشعور اللي لازم احسه. فهي قله خبره التعامل الشخص مع ذاته. تمام. كثير مهم الواحد انه يسمع لابنه ويقول له هو شو يعني، بعد ما الولد يحكي ماما انت عم تمر بهيك، ماما انت في عندك هيك، يعني نعلمه كيف يستقرئ مشاعره لحتى ما يوصل لهي المراحل للكتمان والانغلاق في نوع من الفضفضه اللي هو ظهر مؤخرا، يعني من اول ما بلشت السوشيال ميديا. يعني اليوم حدا متضايق، بتعرفيه متضايق وبتعرفي شو صاير معه هيك ونفسيته وحالته النفسيه من خلال بوست منزله على فيسبوك، انستغرام، ستاتس على واتساب، او يعني كثير قصص ثانيه بنصير بنشوفها انه شو عم بيصير معه. فهي هذا النوع من الفضفضه هو جيد منيح او ما هو هلا صحيح. هلا بغض النظر هو جاي على باله الناس كلها تعرف شو عم يصير معه، يعني عبر اوكي هو حر بحاله. بس كمان للامانه قد ايه نحن ما بننصدم بعد فتره بروفايلات كثير سعيده تبع رجال قتل مرته، يعني مع انه كان بروفايل على الانستغرام كل الوقت رحلات سياحه وحب، وهي بيوم من الايام قد ايه حدا كان كثير حليم فجاه بنروح على بروفايله بعد ما يقتل طفل نكتشف انه هذا الحلم وحاطط قطط ومدري شو الرفق بالحيوان انه هو والله قاتل بعدين طلع. يعني ما كثير نصدق شو عم ينكتب على السوشيال ميديا، مع انه يعني انا بالنسبه لي من خلال مجالي يعني احيانا بفوت باستشاره بطلع بستنبط حكمه فبكتبها فبيجيني على الخاص عبرتي عني حكيتي عني عن مشاعري. بس انا بالنهايه في ناس بتفكر بتفوت على شو صاير معك، انا مو صاير معي شيء، انا بعرف حل مشاكلي تماما، بس انا عم بستعرض للناس اوجاعها لحتى تتعرف على مشاعرها. قله التواصل مع الذات، قله الخلوه مع ذاتها، في ناس بتهرب من حالها. كثير مهم الواحد يقعد مع نفسه اللي هي القعده اللي بيقعدها مع ربه، فبيتعرف على حاله بيعرف يقرا مشاعره. في ناس بتخاف تقعد حتى مع حالها فبتلهي حالها كل الوقت، فبتلهي حالها بين الناس. كثير مهم الواحد يقعد مع حاله. يعني تفاصيل جدا مهمه قدمتي لنا اياها، بدي اتشكرك كثير عليا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. اهلا وسهلا فيكي معنا، شكرا كثير لك.